صباح الخير، اليوم سوف ندرس مادة التاريخ للصف الرابع الأساسي، الدرس الرابع، القسم الثالث من الأبجدية الفينيقية، صفحة 24. والآن سنبدأ بعرض الأهداف. نشر الأبجدية. بعد أن اخترع الفينيقيون الأبجدية، نشروها في أرجاء العالم القديم. ويعتبر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن قدموس هو الذي نقل الأبجدية إلى العالم القديم. بداية نقلها إلى بلاد اليونان، ومنها انتقلت إلى روما لتصبح أساساً لمعظم أبجديات العالم اليوم. لدينا للحفظ نشر الأبجدية. لم يكن فضل الفينيقيين في اختراع الأبجدية فقط، إنما في نشرها في مختلف أرجاء العالم القديم. ويعتبر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن قدموس هو الذي نقل الأبجدية إلى بلاد اليونان، ومنها انتقلت إلى روما لتصبح أساساً لمعظم أبجديات العالم اليوم.